السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي مع قرآن وسن ربيع على قناة شوية إنجليزي. النهاردة بإذن الله هنشوف مع بعض ليسون 3 أند 4 درسين 3 و 4 كلمات وجرامر، وهنحل على الكلمات والجرامر. أظن الفيديو هيكون طويل شوية بس بإذن الله هنحاول بقدر الإمكان إحنا نوفي فيه كل الأجزاء عشان ما نسيبش حاجة أو ما نسيبش حاجة ما تتحلش. يلا قبل ما نبدأ، سم الله توكل على الله، اعمل اشتراك في القناة، فعل زر الجرس، سيب لي كومنت بأي حاجة أنت محتاجها وأنا بإذن الله هرد عليك. اللينك بتاع جروب الفيسبوك موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت، تقدر تدخل وتشترك عليه. طبعا قلمك وكراستك وكتابك، وتعالى نشوف مع بعض ليسون 3 اند 4 درسين 3 و 4. وقبل ما نبدا، شير الفيديو وشير القناه على كل اصحابك ودفعتك. زي ما احنا متفقين او زي ما احنا متعودين ان لما ببدا الليسون ببدا بالفوكابلري بالكلمات، بيبدا بالكي فوكاب اللي هي الكلمات الاساسيه والرئيسيه. طبعا دي اهم الكلمات ولازم ان انت تحفظها حتى لو مش هتحفظ الامبورتنت فوكاب، بس نصيحتي لك انك لازم تحفظ كل الكلمات اللي موجوده في الدرس، بحيث ان لما يجي لك جمل اختياري او جمل ريرايت تقدر ان انت تشتغل او تقرا او تترجم لوحدك، ما تحتاجش مساعده من حد. اول كلمه معايا هي كلمه فاصل. فاصل يعني حفريه. فاصل spices نوع وانواع. spices spices ريموت بعيد ونائي. ريموت تريت يتعامل ويعامل. تريت تريت فاصل فاصل spices spices ريموت ريموت تريت تريت يتعامل ويعامل وفعل وفعل منتظم. owner المالك، وطبعا ده noun owner. لو انا عايز اجيب الفعل منها فالفعل own بمعنى يمتلك. بعد كده deforestation 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 اللي هي ازالة الغابات. depression منخفض depression depression. preserved محفوظ معها صفة، خد بالك preserved preserved. الطول افقي اسمها lens، الجي silent والتي اتش تنطق ث. lens lens. stopless او stopples اللي هي الاستابلات بتاعت الخيول. stopples. carriage العربية اللي بتجرها الخيول. carriage. wall حوت. wall. lighthouse منارة. lighthouse الجي اتش هنا silent. researcher الباحث. researcher researcher. البوب كويز هنا بيقول لي living in a places is difficult، انك تعيش في اماكن ايه ده حاجه صعبه. اكيد انا لو عشت في ريموت الاماكن النائيه. ايه are a group of animals مجموعه من الحيوانات او plants that the same kind لهم نفس النوع، يبقى دي spices الانواع. هتبقى دي number 2. cutting down all the trees all the trees انك تقطع كل الاشجار in an area is called ده بيسمى deforestation اللي هي ازالة الغابات، يبقى رقم 3. رقم 4 horses are kept in stables بنحطها في الخيول. lesson 3 الدرس الثالث flood فيضان. flood south west جنوب غربي. south west latest الاحدث ونوعها هنا صفة. latest once ذات مرة ونوعها هنا ظرف. كروكودايل كروكودايل تمساح. ingredients مكونات وعناصر. ingredients situation موقف ووضع. situation emperor امبراطور. emperor builder عامل بناء. builder special خاص ومميز. repair يصلح، وطبعا ده verb وverb منتظم. apollo doors اللي هو apollo doors apollo doors مؤرخ يوناني. capital عاصمة. white rhino اللي هو وحيد القرن. white rhino. publish publish ينشر. report تقرير. report. remove يزيل. remove. danger خطر، وطبعا دي noun. greek اللغة اليونانية او يوناني الجنسية noun وصفة. pipes اللي هي انابيب pipes. هكمل باقي الكلمات. family فصيلة او عائلة. jar برطمان. roof السقف. roof. statue تمثال statue. including متضمن او شامل including. expect يتوقع expect. listen for pull يسحب ويجر. park يركن او حديقة عامة. buffalo اللي هي الجاموسة. work عمل. تعال نشوف الفيموس سيتيز الاماكن المشهورة. بورنيو اللي هي جزيرة في اسيا. بورنيو بورنيو. بيترا مدينة بيترا اللي موجودة عاصمة الاردن. سفينكس ذا سفينكس ابو الهول ده في الجيزة. دمشقس اللي هي مدينة دمشق. دمشقس دمشقس. فيوم ديبريشن منخفض الفيوم. فيوم ديبريشن. يونسكو وورلد هيريتاج سايت موقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. يونسكو وورلد هيريتاج سايت. وهنا يقول لي ليه كلمة يونسكو عاملها
كابيتال، لان اليونسكو ده اختصار اليو من كلمة، لان من كلمة الاي والاس والسي والاو، كل حرف من ده هو ابريفيشن اختصار لكلمة، فجمعناها على بعضها وقلنا اليونسكو. بعد كده بيقول لي تاج محل، اللي هو تاج محل انديا دولة الهند، روم مدينة روما، ذا كايرو تاور برج القاهرة، ذا جريت وول اوف تشاينا سور الصين العظيم، بانسيون اللي هو البانسيون معبد في روما، قايد باي سيتادل قلعة قايد باي، وادي الحيتان اللي هو وادي الحيتان موجود ذا فالي اوف ذا وولز، هو وادي الحيتان، وادي الحيتان او يبقى له اسم تاني ذا فالي اوف ذا وولز. تعال نشوف الريجولر فيربس الافعال غير منتظمه، بيكام 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 يصبح، لوز لوست لوست يخسر، تيك توك تيكن ياخذ، سويم سوام سوام، شوز شوز شوزن، بيرن بيرن بيرن، ستاند ستود ستود، understand understood understood. دي الافعال الغير منتظمه. نشوف الديفينيشنز مع بعض. كلمه spices اللي هي نوع او سلاله، group of animals مجموعه من الحيوانات، or plants او نباتات، of the same kind لها نفس النوع. deforestation ازاله الغابات، when all trees لما كل الاشجار، in an area في منطقه واحده، cut down نقطعها. كلمه carriage عربه بتجرها الخيال، something that people travel in مكان الناس بتسافر فيه، that is pulled مسحوب by a horse بحصان. owner المالك، كلمة owner اللي هو المالك او صاحب الشيء او ملك مالك الشيء ده، the owner of an animal ممكن يكون مالك لحيوان، is a person who has bought it الشخص ده اشتراه. stable هو building مبنى، where people keep horse بتخلي او بتربي او بتخلي الهورسز يعيشوا فيه. treat يتعامل ويعامل، if you treat someone well لو عملت شخص كويس يبقى you are nice to them انت لطيف معاه. destroy بتساوي كلمة damage يدمر الشيء، so badly بطريقة سيئة that you cannot repair it مش قادر تصلحها. endangered معرض للخطر، بيقولي put in a danger situation انك تحطه في موقف خطير. length اللي هو الطول، الجي silent والدي اتش تنطق ثه، how long something is كم طول الاشياء. preserved محفوظ، keep safe from being damaged انك تحفظ الشيء ده من انه يدمر. remote بعيد ونائي، very far from somewhere بعيد جدا عن اي مكان. depression اللي هو المنخفض، the land that is below the area around it اوطى او اكثر انخفاضا من كل المنطقة اللي حواليك فبنسميه depression. فاصل حفرية، دي أول كلمة خدناها في الكيف وكاب، the remains البقايا of animals للحيوانات or plants النباتات that lived اللي بتعيش in the past في الماضي. تعال نشوف السينما والأنتونيمز الكلمات المعنى بتاعها والعكس. unkind قاسي بتساوي كلمة careful قاسي وعكسها kind طيب. hard صعب زيها difficult صعب وعكسها easy سهل. terrible فظيع وشنيع زيها very bad أو awful ويبقى عكسها amazing. warm دافئ زيها quite hot يعني دافئ الى حد ما وعكسها cool بارد. wet مبتل زيها rainy ممطر وعكسها dry جاف. surprise يدهش ويفاجئ زيها amaze وعكسها expect يتوقع. find out يكتشف زيها discover يكتشف وعكسها hide او ignore يتجاهل ويخبي. in danger في خطر معرض للخطر زيها endangered او unsafe معرض للخطر ويبقى عكسها safe و protected محمي وامن وفي امان. famous مشهور زيها well known مشهور وزيها popular مشهور ويبقى عكسها unpopular infamous غير مشهور. lucky محظوظ زيها fortunate محظوظ وعكسها unlucky او unfortunate غير محظوظ. ancient قديم زيها very old قديم جدا وعكسها modern و new حديث. هشوف ال prefix وال suffix. ال y بتكون الظرف من الصفة يعني quick سريع، حط لها ال y quickly بسرعة. بتجيب العكس kind طيب و happy سعيد يبقى unkind و unhappy. y بتحول الاسم للصفة، lucky الحظ يبقى lucky محظوظ، health صحة healthy صحي، wind رياح wind عاصف، rain مطر rainy ممطر. ال ing بتحول الفعل لصفة يعني amaze يدهش amazing مدهش، include يشمل including متضمن وشامل. ال ER طبعا بتجيب الاسم من الفعل يعني own يمتلك، حط لها ER يبقى owner المالك او صاحب الشيء. spices نوع فصيلة ممكن يكون حيوان ممكن يكون
لنبات، وطبعا دي مجموعة من النبات او مجموعة من الحيوان لها نفس الصفات المشتركة، وممكن اعملها كجمع ومفرد وليس ومفردها ليس سباي، هي سبايسز زي ما هي كده، ممكن اعملها جمع ممكن اعملها مفرد. There are many spices or privates، هناك العديد من انواع الارانب. كلمه endanger او endanger، ان وحرف جر وكلمه danger ده كده في خطر، وهنا الكلمه اسم. endanger يعرض للخطر كده او يهدد بالخطر كده، هنا ده فعل. ان ده حرف جر، danger ده اسم. lions الاسود are in danger في خطر، of dying out خطر الانقراض. endanger يعرض للخطر او يهدد بالخطر، pollution التلوث. endangers بيعرض للخطر او بيعرض خطر الحياه، on earth على كوكب الارض. international و national، international دولي ما بين الدول، لكن national جوه الدوله نفسها على مستوى الدوله، يعني ال world cup كاس العالم ده international event، حدث عالمي ما بين كل الدول، لكن كلمه national قومي او اهلي جوه دولتك. all Egyptians كل المصريين are happy كانوا سعداء about our football national team من فريقنا الناشونال القومي. تعال نشوف الـ important expression preposition حروف الجر. in length في الطول، hope to يأمل ويتمنى، حرف الجر تو خد بالك. along the road على امتداد الطريق. hard for صعب لي. wait for هينتظر. look tired يبدو انه متعب. look terrible يبدو انه مروع. work very hard يعمل بجدية. have much better life بيعيش حياة أفضل. give some advice هيقدم بعض النصائح. as a result كنتيجة لذلك. the seven wonders of the world عجائب الدنيا seven، السبع. stay out يظل ويمكث. drive up يصل إلى. get wet يبتل. talk for a short time يتحدث لفترة قصيرة. drive away يقود بعيد. work for يعمل لدى أو لصالح. travel by عشان يسافر أو ينتقل بوسيلة مواصلات. walk on land يمشي على الأرض. belong to ينتمي إلى. keep safe يبقى آمنا. burn down by يحترق. take away by ينقل بعيد. و pull by يسحب أو يجر. نص reading هنا بيتكلم عن fossils of the desert الحفريات في الصحراء. بيقول لي the Fayum depression اللي هو منخفض الفيوم. in an area of desert في منطقة من الصحراء. south west في الجنوب الشرقي. of Cairo للقاهرة. many ancient fossils معظم الحفريات القديمة. are often found here وجدت هنا. but the spices ولكن الأنواع الحيوانات أو حفريات الحيوانات دي might surprise you ممكن إن هي تدهشك. إزاي؟ قال لي هنا crocodiles تماسيح و turtles و سلحفاة و walls حيتان حفريات اللي هي البقايا العظام. the most amazing fossil أو fossils هي are the walls fossils اللي هي حفريات الحيتان في وادي الحيتان. the valley of the walls hundred مئات الحفريات للancient walls للحيتان القديمة. were found وجدت بواسطة scientists العلماء في 1902. the scientists العلماء were surprised كانوا يعني مدهوشين to find out انهم اكتشفوا these walls هذه الحيتان had legs لها الحيتان لها رجلين. so they once walk on land عشان كده ممكن يمشوا على الارض. in 2005 the fossils at وادي الحيتان were studied درسوها بفريق بواسطة فريق في international scientists علماء فريق من العلماء العالميين. the fossils were preserved الحفريات دي محفوظة really حقا. well and some of them واحد منهم كان 21 meters 21 متر in length في الطول. it was discovered تم اكتشاف that these walls تم اكتشاف ان الحيتان دي belong to تنتمي the same family نفس العائلة او نفس النوع of animals من الحيوانات زي الكاملز وزي الجرابس اللي هي الزرافة. the fossils are so important هذه الحفريات مهمة جدا. that وادي الحيتان was called سمي a UNESCO World Heritage Site موقع تراثي عالمي تبع منظمة اليونسكو. in 2005 however بالرغم من it's very remote بعيد جدا ونائي جدا. as a result كنتيجة لذلك it's only visited by بيزار بواسطة 1000 people a year بواسطة 1000 شخص فقط في العام.
today اليوم Egyptian scientists العلماء المصريين are studying بيدرسوا some of the fossils معظم الحفريات at Mansoura University في جامعة المنصورة using some of the latest technology باستخدام أحدث التكنولوجيا and they hope يتمنوا to learn more نتعلموا أكتر about these amazing walls عن هذه الحيتان المدهشة of the desert للصحراء. هنا بيقول لي اديني بقى summarizing text بيقول لك لخص لي علشان السؤال اللي بيجي في قطعة الcomprehension اللي هي بيقول فيها لخص أول باراجراف لخص آخر باراجراف وهكذا. هنا بيتكلم عن the first pantheon in Roma. البانسيون المعبد موجود في روما was built in around 27 BCE بني 27 قبل الميلاد. however بالرغم it was burned down by fire كان اتهد او تدمر بواسطة حريق في 80 CE 80 بعد الميلاد. the building that we know today was built by emperor Hadrian اللي كان بني الامبراطور هادريان in around في حوالي 120 بعد الميلاد. it was designed تم تصميمه with the help of famous Greek builder بالبناي اليوناني المشهور هو is called اللي بنسميه أبولودروس أبولودروس of Damascus أبولودروس الدمشقي. Perhaps ربما the most amazing part يعني أكتر شيء أو أكتر جزء شيق of the building في المبنى is a large hole فتحة كبيرة on the roof في السقف اللي هي دي مالها بقى. The wall was used بتستخدم to give the building light تدي المبنى ضوء. Sometimes أحيانا rain falls المطر بيسقط منها. However today water is taken away by special pipes in the floor المية دي بتنزل في أنابيب كده معينة أو حاطين تحت الفتحة دي أنابيب معينة عشان تاخد المية دي. هنا هيتكلم عن قصة بلاك بيوتي الحصان الأسود اللي هو the next winter was very hard for all horses الشتاء اللي جاي هيبقى صعب على كل حصنة. the weather was terrible الطقس كان فظيع أو شنيع. there was rainy كان في مطر every day في كل يوم and it was often windy كان في رياح. some of the drivers were very poor معظم أصحاب الحصنة دول ناس فقيرة. so their horses worked all night كانوا بيشغلين طول الليل. other horses didn't have stables في حصنة تانية ما كانش عندها استابل. they stayed out all night كانوا بيقعدوا في بره كده في الخارج طول الليل. and got wet وكانوا بيتبلوا and cold والجو بقى برد. I saw lucky انا كنت محظوظ لان جيري كان kind owner مالك عظيم كان طبعا له ستابل بينام فيه. وبيبدأ يحكي بقيت قصة بتاعته. هنا طبعا ده نص الليسننج هنحل على طول عشان نشوف الجرامر. بيقول لي when something is kept safe لما يكون حاجة محطوطة او يعني باقية في امان from being damaged من انها تضمر. فهنا نقول it is A ده هيكون preserved محفوظ depressed damage reserved اكيد preserved محفوظ. number 2 بيقول لي is destroying هيكون مدمر a large منطقة كبيرة areas of rainforest من ال rainforest الغابات المطيرة فدي هتبقى deforestation اللي هي إزالة أو تدمير الغابات وقطع cutting trees. a group of animals ونباتات لهم the same kind يبقى دو spices وخد بالك spices يلخبطك space يعني مكان فارغ we face يواجه we case حالة a is the land that is below منخفضة يبقى دي depression اللي هي الأقل أو المنخفض عكس كلمة unknown. unknown معناها غير مشهور يبقى عكسها popular مشهور. synonym معنى كلمة fortunate يعني محظوظ فأنا هجيب lucky محظوظ. خد بالك ده كله العكس ولما تلاقي تلات كلمات فيهم العكس بنسبة 80% بنستبعدهم. we add the suffix a عشان أحول danger لصفة فأنا كنت بحط له OES وتبقى dangerous خطير. my father's kind أبويا طيب the antonymy عكس كلمة kind يبقى careful قاسي. places الأماكن on the map اللي على الخريطة تبدو إن هي قريبة but ولكن they are really a ولكن هي remote بعيدة ونائية but يبقى خد بالك بتجيب تناقض على طول هنا near قريب يبقى احنا خدنا remote بعيد ونائي.
the pharaohs الفراعنة كانوا preserved بيحفظوا their bodies أجزاء أجزاء أجسامهم بطريقة كويسة. this means معناها the ism well، يبقى دول معناها kept. kept يعني ايه؟ يحافظ على. طيب الكي فوكاب there are amazing ايه of dinosaurs، يبقى في هنا fossils. يعني ايه fossils؟ fossils اللي هي الحفريات. the carpenter اللي هو النجار measure بيقيس، عايز اقول بيقيس الطول والعرض بتاع الغرفة، يبقى اكيد the length الطول و wides العرض. طيب هنا ايه is something that people travel بتسافر عشان ايه الشيء اللي الناس بتسافر فيه. و pulled by a horse مسحوب بواسطة الحصان، اكيد دي carriage العربة. بعد كده هيقول لي نمبر 14 و نمبر 14، بيقول لي هنا building where horses sleep، الناس الحصانة بتنام فيه، فهو ده هيبقى stable. كيف كهف hot و flat؟ لأ، نجيب محفوظ famous writer كاتب مشهور، تمام. عكس كلمة famous ايه؟ famous مشهور، يبقى عكسها unknown غير معروف، لكن تساوي known و popular. unusual غير معتاد مش عايزينها. we use the prefix ايه عشان اجيب عكس كلمة kind، بحط لها un ويبقى unkind، بتساوي كلمة careful. scientists found out، اكتشفوا many facts about falls and synonym. معنى كلمة found هشيل found واحط كلمة discovered. guessing the meaning from the text، هنخمن المعنى من النص. if you ask someone well you are nice، انت هتكون طيب معاه، يبقى لو انت تريت عملته. لكن كرييت يخلق ويبدع، وهات وفايت لا. the a of the restaurant بتاع المطعم. مستر علي he bought it، اشتراه الاسبوع اللي فات، يبقى ده هيكون owner المالك. كاشير اللي هو قاعد على الحسابات. وايتر الجرسون، كاستمر زبون. can you give me some advice، تديني بعض النصائح about how we should، ازاي هنعامل الحيوانات. ف give advice معناها يعطي نصيحة. طبعا ده الحاجة بتاعت المناقشات بتاعت speaking و writing. ولو هنتكلم في حاجة عن منخفض فيوم depression، هنشوف بقى ال language. هنا هيتكلم عن the past simple، الماضي البسيط، active و passive، معلوم ومجهول. وقلنا لو الجملة مبنية المجهول فأنا بهتم بالحدث أكتر من قام بالفعل، بهتم بالحدث أكتر من قام بالفعل. فتعالى يلا نشوف التركيبة بتكون من ايه. في ال affirmative الإثبات ببدأ بفعل تصريف رقم 2 للفعل. قلنا لو هو فعل منتظم فأنا بضيف له دي اي دي اي دي، لو فعل غير منتظم أنا بجيب التصريف التاني منه. المثال بيقول مستر احمد ايت، في ايت ده الماضي من ايت ساندويتش. رحمه ووترد كانت روت ذا فلاورز الزهور. طيب رحمه ده فاعل، ووترد ده الفعل، ذا فلاورز ده المفعول. طيب يا مس، مستر احمد ده الفاعل، ايت ده فعل، ساندويتش ده المفعول. انا لو عايز ابني للمجهول فانا ببدا زي ما قلت لك بنائب الفاعل او المفعول. وهناك في المضارع البسيط كنت بجيب ام واز وار عشان هو مضارع، هنا انا هجيب was where علشان هو ماضي، وبعدها بجيب تصريف رقم 3. فانا هنا مستر احمد اكل الساندويتش، هبدا بالساندويتش لان ده المفعول. اسم مفرد ولا جمع يا مس؟ اسم مفرد، فانا هاخد له was. وتصريف ثالث من ايت يبقى ايتن، وبعد كده نقول باي مستر احمد. عايز اقول لك بس كلمه كده على السريع، انا شايفه ان تركيبه الزمن سهله وانك تختار الفيرب تو بي سهل، ولكن اللي ممكن يدوخك حوالين نفسك هو الفعل. يا ترى انت منتظم ولا غير منتظم؟ فلو انت مواظب على حفظ irregular verb الافعال غير منتظمة، فبالنسبة لك هتبقى الدنيا سهلة، مش هتبقى صعبة ولا حاجة. a sandwich was eaten، هنا انا عارف ان الفعل غير منتظم. انزل تحت، انا عايز ابدأ ب the flowers اللي هي المفعول، انت جمع ولا مفرد؟ انا جمع، فبالتالي هتاخدي where، واجيب تصريف رقم 3 من water تبقى watered. وخد بالك هنا الفعل ده منتظم، فبجيب تصريفاته بإضافة ال ed. وطبعا ممكن نحط باي رحمة او باي مستر احمد، او متحطهاش زي ما انت عايز. لو هتكلم في النفي اللي هو النيجاتيف، فاحنا عارفين ان احنا بننفي الماضي البسيط باستخدام didn't والمصدر. I didn't wash the car، فين المفعول the car؟ فين الفاعل I؟ فين الفاعل didn't wash؟ the farmer الفلاح didn't feed the animals، ما كانش بيطعم الحيوانات. لو عايز انفي فانا طالما عندي was where واضح في الجملة already هحط له كلمة not، was تبقى wasn't، where تبقى weren't، وتصريف رقم كام؟
رقم 3 ذكر السيارة wasn't washed لم تغسل by me بواسطتي. يبقى انت هنا نفيت اهو. The animals الحيوانات weren't fed. طب ذكار مفعول مفرد ولا جمع؟ مفرد. خدت مين؟ was. وين في؟ يبقى wasn't. The animals الحيوانات مالها؟ اسم جمع. was ولا where؟ where. وين في؟ تبقى weren't. to fed تصريف رقم 3. انزل تحت لو هسأل بديد هل يبقى ديد وفعل ومصدر الفعل. ديد علي باي ذا نيوز بيبرز ديد يارا درينك جوز ادا ديد وادا الفاعل وادا مصدر الفعل. لو هسأل هنا بهل فانا بسأل يا اما بواز يا اما بوير وبحط نائب الفاعل وتصريف رقم 3. وير ذا نيوز بيبرز بوت تصريف رقم 3. واز هل جوز العصير اسم مفرد ودرانك الفعل درينك يشرب الماضي منه درانك ده فعل غير منتظم. ماشي لو هنتكلم هنا على الـ WH question السؤال بدأت استفهام فأنا ببدأ بدأت استفهام ديد فعل مساعد فاعل ومصدر الفعل. where أداة استفهام ديد فعل مساعد إسراء فاعل وفايند مصدر الفعل. هو فاعل بروك ماضي this window. طبعا لو بنسأل بهل لما بنسأل بمن بنجيب أداة الاستفهام وبعدها بنجيب مين الفعل على طول. طب لو انا هسال بدات استفهام في المبني المجهول يا مس ابدا بدات الاستفهام الفاعل المساعد عندي مين يا اما واز يا اما وير على حسب نائب الفاعل او المفعول لو مفرد واز لو جمع وير وبعد كده بنجيب تصريف رقم 3. ركز بالله عليك لا تروح تجيبه لي مصدر. هنا بيقول لي وير ذا كيز فاوند ادوير اداه استفهام وير فعل مساعد. طب ليه اخترنا وير يا مس؟ لانه قلت لك ذا كيز المفعول هنا جمع فبالتالي انا اخترت وير وتصريف رقم 3 من find فبقى found. طب اللي بعده who man was the window broken by ادا هو ادا استفهام فعل مساعد was this window اسم مفرد وbroken تصريف رقم 3. وخد بالك لو هتسأل بهو فلازم الفعل بعده يكون جايب by لكن بقى ادا استفهام حاططها لك بين قوسين يعني زي ما تحب عايز تحط تحط عايز تحط ما تحطش. كلام جميل هنحل خلاص خلصنا. هنا بيقول لي a list of the new seven wonders خد بالك ده كله جمع فمش هتبقى was امال هتبقى ايه هتبقى where. تمام تمام جت السنة اللي فاتت في محافظة الأقصر. طب ينفع نبص للجملة تاني؟ هو بيقول a list of list فانا بتكلم عن list مش بتكلم عن اللي جوه list فنقول I am so sorry ونخليها بدل is was مش where. ليه؟ لان هو هنا بيتكلم عن الليستة للسيبن وندرز يبقى was مش where. my house المنزل بتاعي طب انت مفرد ولا جمع؟ انا مفرد هتاخد was ولا where؟ هاخد was وطبعا built هي جابها ماضي فزي ما هي لان هي التصريف التاني منها زي التصريف التالت يبقى was built على طول. these pictures were طب هو جايب المفعول وجايب where يبقى انا عايز اشيل بس ال ing دي واحط ed لان ده فعل منتظم بجيب تصرفاته باضافة ال ed وكي باي وبعد باي هير دوترز. ذات ليك البحيرة دي a form hundreds of years وجاي باي اهي كده انا فهمت ان الجملة مبنية المجهول فطبعا البحيرة دي اسم مفرد فهتبقى was وطبعا form فعل منتظم فهيبقى formed ed. اللي بعده we don't know احنا مش عارفين how the stones ازاي ال stones دي for the pyramids ده اسم جمع ولا مفرد؟ اسم جمع طب هياخد was ولا where مع carried يبقى هتاخد where لان ده اسم جمع. طب يا مثل الفعل الفعل هو جايبه لك جاهز اهوت اخره ed هو كان اخره واي حولت الواي لاي ed لان قبل الواي حرف سك. long ago من فترة طويلة camels ده اسم جمع اهو فبالتالي هياخد where مش هياخد was هياخد where وكل احط لها ed يبقى called. we don't know احنا مش عارفين وين بيترا بيترا ايه named. طيب يا مس ده تصريف رقم 3 وده مفعول تمام جدا فبالتالي انا هعمل ايه انا هقوم عامل واخد مع بيترا اسم مفرد فانا اقوم واخد was وهنا الفعل جاهز named. because of lost او because of the last week's floods in India a lot of houses منازل كتير ده اسم مفرد ولا جمع ده اسم جمع يبقى where مش was لانه اسم جمع يبقى where والفعل جاهز destroyed على طول فعل منتظم. in the last 100 years في اخر 100 سنة we aim more than if ضيعنا هنا بيقول لي we ده الفاعل طيب ماشي هنا الجملة معلومة لما اقول الجملة رقم 9 دي جملة معلوم مبني المعلوم
فبالتالي لوز ده فعل غير منتظم، فالأخيرة بحولها لتي يبقى لوست، والجملة كده مبنية المعلوم ماضي بسيط، جملة ما فيش فيها أي حاجة. كايرو تاور برج القاهرة، طبعا أكيد برج القاهرة مش هنقول صمم نفسه، صمم بواسطة نعوم شبيب in 1956، فبالتالي ده اسم مفرد فهياخد واز لأن الجملة مبنية للمجهول، وده تصريف رقم 3. الجملة 11 بيقول لي what unusual material was، كده الجملة مبنية لإيه؟ مبنية للمجهول، فمش عايز اي ان جي، هشيل الاي ان جي خالص واحط ايه؟ واحط اي دي فعل منتظم. The carriage pulled by، ده كده باي اهيت، يبقى كده الجملة دي مبنية للمجهول، يبقى انا مش هقول is ولكن هقول was. طب ليه؟ لان the carriage اسم مفرد، وانا بتكلم عن ايه؟ انا كده بتكلم عن yesterday، كده الجملة ماضي. لازم وانت بتحدد المبني المجهول مبني المعلوم تحدد معاك الجملة ماضي ولا مضارع. A tree was planted، a tree was planted، وقام قال لي كمان plant by the farmer. هي الجملة دي فيها خطأ مطبعي، هي المفروض a tree was planted، تمام، كان المفروض يشيل دي ويشيل دي ويجيب لي بدل plant دي with، وانا بدل with احط by، لكن هو هنا ادا المفعول ادا الفاعل مساعد التصريف رقم 3 وده حرف الجر باي وده الفاعل، فانا مش شايفه ان الجمله مش ناقصها حاجه، هي خطا مطبعي، هو كان يقصد ان هو يشيل باي دي نهائي ويجيب هنا ويز وانا احط مكان ويز باي. دي النقطه رقم كام؟ رقم 13. طيب بعد كده رقم 14 بيقول لي the first olympic games where، فانا هشيل بقى الاي ان جي خالص واحط مين؟ وطبعا hold ده فعل غير منتظم فهيبقى held، تمام كده، لان hold غير منتظم. The telephone invented by Graham Bell، ففين يا مس الفعل المساعد؟ مفيش، وده اسم مفرد فانا احط له was ويبقى was invented. general exercise بقى على الجزء ده، فبيقول لي على lesson 3 and 4 باذن الله مش هياخد مننا وقت لان وقت الفيديو طول. ايمن is taking to وليد، بيتكلم مع وليد about Rome، عن روما، بيتكلموا عن روما، فأيمن بيقول له which city do you like most، ايه هي المدينة اللي انت بتحبها اكتر يا وليد؟ فوليد قال له روما. سأله سؤال قال له yes I know، انا عارف الكثير عن روما، يبقى طالما هنا السؤال بيس يبقى كده هو يسأل بهل، فهنا I know فبالتالي انا هسأل بدو، وبعد دو طبعا هجيب I احولها الى you، كلام جميل، وبعد كده بحط الفعل اللي هو مين؟ اللي هو know، يبقى do you know هل انت عارف a lot الكثير، او do you know هل انت عارف، نقول بقى روما، هل انت عارف do you know روما، هل انت عارف روما؟ قال له yes I know a lot روما. سأله سؤال قال له no I haven't but I hope to visit it one day، اتمنى ان ازورها، يبقى كان السؤال هنا هل انت زرتها قبل كده، يبقى هنسأل بمين؟ هنسأل بhave ونحول ال I الى you، يبقى have you ever، هل سبق لك السؤال الترم الاول بتاع المضارع التام have you، هل سبق have you ever، هل سبق لك have you ever been، تمام، وبعد كده تحط حرف الجر to، وبعد كده تحط اسم الدولة have you ever been to Roma، هل سبق لك انك زرتها؟ قالوا لا اتمنى ان ازورها ذات يوم. how many people، كم عدد الاشخاص اللي عايشين في روما؟ مش هقدر اجاوب، فهنا قال له 207 او 2.7 مليون بيبول، يبقى ده الجملة ده اهي هنحطها هنا 2.7 مليون شخص. واتس فيموس، ايه اللي مشهور هناك؟ فجاوب اجابة، قال له مين اللي بنى الكولوسيوم؟ الكولوسيوم ده مبنى ثقافي موجود في روما او مدرج ثقافي، فاكيد المكان المشهور هنا هو هيقول له كولوسيوم. مين اللي بناه؟ طبعا جاوب وجابة وماله تعال نبحث على الانترنت، فطالما قالوا نبحث يبقى هنا هيقول له I don't know، يبقى ايه المكان المشهور هنا؟ انا هحط كلمة the Colosseum، مدرج ثقافي هناك خاص بالثقافة والعلم وكده. هنا هيقول له مين اللي بناه؟ هيقول له no I don't know، انا مش عارف، تعال نبحث على الانترنت. يلا نشوف قطعة اللي هي الكمبليت. where was افعال مساعدة، ingredients مكونات، owner مالك، customer زبون، offer شريتني لسوء الحظ. yesterday I had a lunch in restaurant، خدت الغداء في مطعم. I liked special soup، حبيت الشوربة special هناك. and I asked the waiter، سألت الجرسون about is، سألته عن ingredients المكونات بتاعت.
I often eat in this restaurant. I am so I am popular in it. قال احنا انا I often انا غالبا باكل في المطعم ده so I am popular in it. انا مشهور فيه. I'm LA when I wanted to pay for the food I didn't find any money in pocket. فعايز طبعا طالما هنا هيجيب ظرف وحط اقسام في الاول او كما في الاول يبقى هيقول بعدها جملة مش كويسة او جملة فيها تدل على شيء مش كويس يبقى unfortunately لسوء الحظ لما جيت ادفع الفلوس ما لقيتش فلوس في البوكيت بتاعي. ام اي حاجة my money stolen. هل ده سؤال اهو، فلوس اتسرقت ولا انا نسيتها؟ يبقى هنا بيسأل بهل اه وماي ماني لا يعد، يبقى انا هاخد واز ولا وير؟ انا هاخد واز. I don't know انا مش عارف but I promise انا بوعد الريستورانت اونر اللي هو صاحب المطعم ان انا هرجع وارجع لك الفلوس بكره. نكمل. او and something the people travel بتسافر فيها ومصحوبه بالهورس لسه قايلينها من شويه الكارج. محمد صلاح is a popular football player. The synonym of the word popular معنى كلمة popular famous اللي هي مشهور. تمام. means the damage something so badly that you cannot repair it يبقى دي destroy يدمر. his school isn't easy to reach لأنها في مكان remote بعيد ونائي. we use the prefix a to make the opposite عشان نجيب عكس كلمة happy ف unhappy غير سعيد. آخر جملة. عمر is nice to Ali. This means he ate him. ده معناه ان هو treats him well، بيعامله بطريقة كويسة. الباراجراف هنا a short story قصة قصيرة you have read recently انت لسه قارئها حالا. هنا بنبدأ بقى نتكلم عن اي قصة انت لسه قارئها بستخدم فيها الازمنة بتاعت الوحدة بتاعتك. هتلاقيه موجود منها مجاب عنها في نهاية الكتاب. انا بنصح انك تقرأ وتشوف هو ماشي ازاي او النظام اللي هو ماشي بيه وبعد كده تبدأ انت تكتب قصة من وحي خيالك. لحد هنا خلصنا الفيديو درسين 3 و4 بالكلمات والجرامر وحلينا عليها وناقشنا الأسئلة اللي ممكن تيجي عليها. بتمنى لك عم موفق بإذن الله. طلب الصف الثالث الإعدادي دمتم بخير. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتسيب كومنت وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس، شير القناة على كل اصحابك ودفعتك، ادخل اشترك في جروب الفيسبوك. دمتم بخير والسلام عليكم.